استيقظت بعض مناطق ومدن المملكة على وقع زخات مطرية صباح هذا اليوم الأحد بعد انقطاع طويل للأمطار، وشملت هذه الزخات المطرية مناطق في القصيم وأيضا شمال الرياض وأجزاء من الدمام بالإضافة إلى مدينة جازان في جنوب غرب المملكة. وتأتي هذه الأمطار كبداية لحالة مطرية ستؤثر على مناطق دول الخليج وشبه الجزيرة العربية بما في ذلك المملكة العربية السعودية طوال الفترة القادمة على مراحل وأوقات مختلفة. هذا ومن المتوقع أن تمتد بعض الزخات المطرية بالخفيفة الشدة نحو مناطق أخرى من المملكة العربية السعودية في وقت لاحق يوم الأحد، تشمل المناطق الشرقية من المملكة وتصل لاحقا إلى مملكة البحرين وأجزاء أيضا من دولة قطر بالإضافة إلى بعض مناطق دولة الإمارات. هذا ومن المتوقع أن تستقر الأجواء مؤقتا نهار يوم الاثنين، في حين يتوقع في ذات اليوم أن تهطل زخات رعدية من الأمطار في مسقط في سلطنة عمان قد تؤدي إلى جريان الأودية وتشكل السيول هناك. هذا واعتبارا من يوم الثلاثاء يتوقع أن تتطور حالة مطرية واسعة النطاق اعتبارا من ساعات ما بعد ظهر الثلاثاء، إذ من المتوقع أن تهطل أمطار ديمية على مناطق مختلفة من المملكة تشمل الجوف وأجزاء من تبوك إضافة إلى منطقة حائل وأيضا القصيم ومنطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة بما في ذلك أيضا مدينة جدة. وتمتد هذه الأمطار وتصبح غزيرة أحيانا في وقت لاحق إلى القصيم ومن ثم إلى أجزاء من العاصمة الرياض ومنطقة الرياض بالإضافة إلى الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة التي تشمل بذلك حفر الباطن وما حولها بالإضافة إلى منطقة رفحاء وأيضا دولة الكويت وجنوب العراق. وتبقى فرص الأمطار قائمة صباح يوم الأربعاء في هذه المناطق وتنتقل إلى المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية للمملكة، وبالتالي يصبح هناك حزام مطري ذات أمطار ديمية الطابع في الأغلب يمتد من مناطق جنوب غرب المملكة مرورا بالعاصمة الرياض ومنطقة الرياض ووصولا إلى المناطق الشمالية الشرقية من المملكة بما في ذلك دولة الكويت وجنوبي العراق. هذا ويراقب الكادر المختص في مركز طقس العرب إمكانية تطور أحوال جوية غير مستقرة تكون ذات طابع رعدي يومي الخميس والجمعة في كامل مناطق دول الخليج بما في ذلك سلطنة عمان ودولة الإمارات وقطر إضافة إلى مملكة البحرين وأجزاء مختلفة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وإضافة أيضا إلى أجزاء من الأراضي العراقية بمشيئة الله تعالى. محمد الشاكر من طقس العرب.